كأكاديمية الجمارك للعام القادم 2020، عام التدريب القادم، الاستمرار في عدد كبير من البرامج التي نفذت والعمل عليها، وكذلك التركيز بشكل عالي وكبير على الكاستمر اكسبيرينس وخدمة العملاء والمسافرين. أكاديمية الجمارك تقدم عدد من البرامج لبعض الجهات الحكومية سواء الأمنية أو الإدارية. الآن استحدثنا برامج عديدة للمستجدين، بحيث أن كل المستجدين المنتسبين للجمارك والعاملين في المنافذ يمرون ببرنامج تدريبي مدة 3 أشهر خاضع لمستوى عالي من التقييم، لذلك نهدف لرفع مستوى العاملين في المنافذ والتحاق بزملائهم يكونون إضافة جديدة للهيئة العامة للجمارك في المنافذ سواء كانت برية أو جوية أو بحرية. من خلال حضوري برنامج تدريب Leadership Challenge طورت مهاراتي القيادية وتعلمت تقنيات جديدة راح تساعدني بإذن الله إدارة الفريق. صراحة استفدنا اليوم من الدورة استفادة جدا كبيرة، وإن شاء الله ستعود بالنفع الكبير على الزملاء وعلى الهيئة العامة للجمارك وعلى فريق الإدارة العامة للمرافق.